الميدان في موسمه التاسع ومواسم مختلفة ومتنوعة نغتنمها هنا وفي كل مكان. اليوم من هنا من دلتا أبين وهنا مع موسم القطن التي ما تزال أيضا محافظة على زراعته هنا بفضل أيضا إقامة هذه المحطة هنا للبحوث الزراعية في الكود التي تعني بالاهتمام بهذه الشجرة وكذلك أيضا ببذورها والحفاظ عليها من الإنقراض. ما تزال إذن هنا في دلتا أبين هذه المزارع، وأيضا نحن الآن نعيش في أواخر هذا الموسم الذي بدأ من منتصف شهر يوليو ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس من العام الميلادي. وهنا ما يزال الحفاظ على هذا المحصول النقدي ما يسمى هنا بالذهب الأبيض اللي طبعا تراجعت قيمته أو تراجعت عملية تصديره بسبب المياه ونضوبها كذلك، إلا أنه هنا في أبين ما تزال محاولات قائمة لإعادة عملية زراعته والاحتفاظ به. وهنا في حوض دلتا أبين ما تزال مجموعة من المناطق محافظة على زراعته مثل منطقة الفيش وكذلك منطقة الدرجاج وأحور إضافة إلى منطقة إيرامس وعبر عثمان والروة. أهلا بكم مع هذا الموسم الغني بهذه الأشجار وكذلك أيضا بهذه المادة التي أصبحت فعلا ذهب نادر أبيض. برنامج الميدان 9 برعاية الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة، مجموعة محمد بن شلوة للذهب والمجوهرات، خدمة حاسب من بنك الكريمي، فندق نستو السياحي. قال تعالى في سورة المنافقون: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. في من نزلت هذه الآية؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه الآية في من نزلت؟
يا أصحاب شبوة، وهنا بالتحديد في نصاب، هذا سؤال. قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه الآية في من نزلت؟ في طلبنا أبي بن سلول. كيف؟ يعني ليخرجن منها العزل، لأنهم قالوا هذول ضعفاء، أصحاب رسول الله ضعاف. أيوة. واحنا قوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع اهل العبيد ومع هدية الضعفاء والمساكين. نعم. ومكه قالوا ليخرجن منها العز، ليخرجن منها الاذل. متى قال هكذا عبد الله بن ابي؟ في الخروج غزوه الاحزاب. غزوه الاحزاب. ايوه. وجواب صحيح هنا في نصاب بالتحديد. من اسم الكريم محمد؟ فهد عوض عطش. فهد عوض عطش، جواب صحيح. ونحن في إطار هذه الفقرة، نزول القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نزول القرآن الكريم، هذه الآيات نقرأها، لكن أحيانا لا نعرف في من نزلت أو متى نزلت، وفي هذه الفقرة نبين وأيضا نستوضح بعض الآيات. وهذه آية عظيمة وكريمة في سورة هذه. سورة المنافقون. الله تعالى: يقولون. من هذا يقولون؟ المنافقون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم. هكذا قال عبد الله بن أبي بن سلول: ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد قوم سيدنا محمد. وجواب صحيح. من اسمك؟ فهد عوض عطش. فهد عطش، وهذه أولك هدية من اسمنت حضرموت راعي برنامج الميدان. اسمع تحية فهد. حياكم عندنا. بغيت شي عليك فلوس ولا هدية؟ يديكم العافية. شيء فلوس؟ هذا لا فلوس. كيف انا بها؟ وهنا ايضا يستاهل المبلغ المالي 70,000 ريال من اسمنت حضرموت. حياكم الله إلى هذه الفقرة اليوم مع جد آخر نبحث عنه. وصلنا هنا إلى هذه المدينة التاريخية في وادي حضرموت الهجرين، التي اشتهرت أيضا بجمال بنائها وهذه التلة. نبحث عن جد للقوم الساكنين والقاطنين هنا في الهجرين، فتعالوا لنبحث. أصحاب الهجرين، أسعدك الله. كيف أموركم؟ الله طول عمرك. رمضانكم كريم. طيب. من أكبر واحد هنا تقريبا في هذه المنطقة في الهجرين وضواحيها؟ الهجرين وضواحيها؟ لا، في المنطقة بس. في المنطقة يعني في الحنجور وكذا. علي الخيش البعمير. كم تقريبا سنه؟ يمكن 105. ما شاء الله. نعم. فوق المية. فوق المية؟ نعم. أو تجاوز 90 أكيد. تجاوز لا 100 تجاوزها. أكيد. أيوة. ما شاء الله. عاد الآن يخرج ولا ما عاد يخرج؟ لا يخرج. عقله سمعه ما شاء الله. فروض الخمسة. فروض الخمسة في المسجد. ما شاء الله. نعم. بيتهم قريب ولا بعيد؟ في الحنجور. الحنجور. أيوة. الحنجور تبع الهجري. بالضبط. إذن نبحث عنه، اسمه علي. علي أحمد باعمر. تجاوز 90 قلت أول 100. الكنية خشر. لا أيوة. نبحث عنه ونشوف. ووصلنا هنا الهجرين بالتحديد منطقة الحنجور، ووصفنا على الوالد القدير علي محمد أحمد باعمير كأكبر الأجداد المسنين هنا في هذه المنطقة. تقريبا تجاوز 90، وهنا أمام بيته ومعنا أحد أبنائه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ سعيد. الله يحييك. كيف صحته؟ ما شاء الله تبارك الله. عادي ممكن نزوره؟ تفضلوا. حياك الله. تفضل معنا. مرحبا وسهلا. حياك الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ ما شاء الله. يا رب صونك. يا رب صونك. كيف صحتك؟ والله كيف امورك؟ كلها. كيف صحتك؟ تبوني بس. كيف امورك؟ بخير ان شاء الله. ما شاء الله. ربنا ان شاء الله يطول عمرك. يطول عمرك ويعطيك الصحه والعافيه. يا رب بارك فيك. جينا عشان نزورك. مشان الحذق على اذاني والسحر. عمرك كم؟ والله الحقيقه ما لي انما لي في بطاقه مجمله عندنا. يعني عندكم بطاقه؟ كم؟ 93. 94. ما قد كلف الكبر، يمكن قريب من 100، لكن قلنا لا 93. يعني بعدين البطاقه دي ما هي مضبوطه الحين. 93. ما شاء الله. كم من معك ما شاء الله من الاولاد؟ كم
كان معي خمسة وخمس أقراد. ما شاء الله خمسة ذكور وخمس بنات. نعم ما شاء الله. حياك الله. المجاعة تذكر شيء فيها؟ ستار كما أذكر فيها. ربنا يستر. إيش اللي حدث؟ والله أي ولدي كان حسن أول في المجاعة، يقولوا له مجاعة باد ويلان، واحد اسمه باد ويلان مجاعة كبيرة فيها. كانت الطائرات ما تجي إلا في بدرة، لأن ماشي مطار لها تفك الحد من فوق. عشان تجيب الأكل. تجيب الأكل وتطرحه ويزق الأمه ويتفق عشان الكاسة. وش الأكل اللي كنتوا تأكلونه زمان؟ نأكل حب يدهرونا حب حب. بر ولا؟ حب ذرة ذرة. ذرة. إيش أفضل لك أيام زمان ولا الآن الوقت؟ بالنسبة لذاك جوع يا ولدي. ذاك جوع بس فيه. جوع جوع واجد. بس كيف كان الناس وقلوبهم وسلاهم؟ ما قلوبهم حية. زينة. حية من الأبار معنا من 70 قامة. هم 35 قامة تنزحونه ربنا إن شاء الله يطول عمرك. الله يبارك فيك طول عمرك. الله يعافيك. الله يعافيك عم علي. ما شاء الله ما دامكم أنتوا جيتوا الحمد لله. الحمد لله. إحنا لا مربوش قلت خل بجوا خل كبار ما بعرف. ما إحنا جينا بس نتفاقدك ونزورك بس. يا حي وسهل. وزرنا ناس في يا فعل في تعز وفي نارب وعدن. يا حي. هذه الكبار السن الذين عاصروا الفترات السابقة وعاصروا تلك الفترة وما زالوا ما شاء الله الآن هنا أصحاب خبرة وأيضا أصحاب باع في هذه الحياة. ربنا يطول عمركم ولك طبعا تكريما فقط لكم ولعطائكم هذا. هذه لك هدية من راعي هذه الفقرة ركن السعادة. هذه لك من قناة حضرموت. الله يحفظك ويبارك فيك. هذا واجبنا واجبنا. الله يرضى عليك. ورمضان كريم. الله يرضى عليك. آمين وياكم. وأيضا هذا المبلغ. طول عمركم بارك فيكم إن شاء الله. ولك هذا أيضا المبلغ المالي طبعا هنا 70,000 ريال من. الله طول عمركم. يا حي. أحد أكبر منك ولا؟ هذا الكبير. الكبير الله. ما شاء الله الكبير ولا. ربنا يطول عمرك إن شاء الله. ايضا هذا موقع ومتجر ركن السعاده راعي الفقره. تدخل للرابط هذا وتطلب اي منتج منه ب 100 ريال سعودي. منتجات طبعا منزليه، اواني، ملابس، اذا يريد اي شيء. وان شاء الله ربنا يحفظه ويطول عمره ويمتعه بصحه وعافيه وذريه طيبه ان شاء الله، وانتم كذلك واجدادكم وجميع المسلمين. أهلا بكم. السؤال الذهبي وصندوق الذهب نواصل معكم يوميا في هذه الفقرة. اليوم من داخل محل أرجوان بسوق عدن الدولي التابع لمجموعة محمد بن شلوه. شوف هذه الفقرة برعاية مجموعة محمد بن شلوه التجارية. هنا يتم التجهيز للسؤال وكذلك أيضا للسؤال الذهبي ونطرحه من هنا ونبحث عنه ميدانيا. إيش سؤال اليوم؟ سهل صعب. أسود من الليل وأسرع من الخيل ما هو؟ أنا والأسرة صراحة معجبين يعني نتمنى واليوم تحققت الأمنية. عكس هذه أمنيتنا أنك تحصل لك ذهب اليوم. يوه علي حيدر. يا علي حيدر. بالأحمر. من جعار؟ لا من الحصن. بامن؟ بالأحمر. بالأحمر. بالأحمر نعم. من حصن بالعطية. أيوة. طيب هنا في جعار ركز. بالتحديد في من خنفر. من من خنفر. ركز بس معي. هذا السؤال يقول أسود من الليل وأسرع من الخيل إيش هذا؟ لحظة. أول حاجة تعال يا حاج. هذا كفر. تعال. تعال. كفر. تعال تعال تعال. إيش تقول؟ أسود. أسود من الليل وأسرع من الخيل. التاير حق السيارة. السيارة كفر. اشرح لي كيف؟ البابور مش اسمه الخيل. أيوة. كفر حق السيارة. إيش؟ ايشو اسود. اسود لون. اسود من الليل. ايوه اسود من الليل وجواب صحيح. هنا من الحجز مع التحيه اقوى يا اصحاب ابيض. تحيه تحيه تحيه. يستاهل الحاج ما شاء الله. من اسم الحاج؟ محمد عمار احمد. محمد عمار احمد. من وين؟ من الرميله الغربيه. من الرميله. ايوه الغربيه. ايوه محمد عمر احمد الحاج هنا اليوم في جعار بالتحديد. هو من الرميله الغربيه في مدينه خنفر هنا في ابيان. جواب صحيح ونموذجي بس وسعوا. والجائزه هذا سؤال ذهبي والجائزه يستحق الذهب، ولكن بين خيارين نشوف هل يريد الذهب ام الراتب الشهري. موظف يا حاج؟ لا. We'll be right back.
تجهيز الحاج محمد عمر احمد. احمد جاهز؟ جاهز. طيب ما شاء الله اصحاب ابين طيبين ومباشره وسعوا ومكان نظيف. الان معي جيبوا الطاوله هذه وايضا جيبوا له الخيارات. عندي الخيارات اما صندوق الذهب او راتب شهري ونشوف ايش يريده. اذا جيب الرواتب ونشوف هل يريد الراتب الشهري ام يريد هذا راتب شهريه عندك. اذا تريدها في معي راتب شهري يبدا هذا الراتب من 5000 شهريا الى 50000 شهريا. تريد راتب تختار الراتب، ما تريده بغيت الصندوق بجيب لك الصندوق. جيب الصندوق. شوف الراتب حاجه مضمون. ايش رايك انت؟ راتب. ما انت ايش رايك الصندوق الذهب ولا الراتب؟ راتب راتب. ركز شويه وشوف ايش رايكم؟ الراتب ولا الصندوق؟ الراتب. في صندوق ذهب. جيبوا جيبوا الصندوق جيبوا الصندوق. ايش بالشركه ما تعطوه الراتب. طبعا عندي هذه الكروت هي يبدا من 5000 الى 50 قد يكون 5000 شهريا 20 30 40 50 بس هو وحظه ما انا داري. ايوه يا عم يختار الراتب الشهري او الصندوق او الصندوق. الصندوق ليش؟ الصندوق ليش؟ هو رزقه على الله. حتى الراتب هو رزقه. ايوه لكن هذا اذا في له رزق من الله بيحصله. الصندوق الصندوق ما. والان نشوف الان اصحاب ابين واستطلاعات الراي يا شباب اصحاب ابين اصحاب جعار. اللي يريد الاخ الحاج محمد عمر يختار الراتب الشهري يرفع يده فقط. الراتب الشهري. لحظه خليه ارفع يدك بس. الان اللي يريد للعام والحاج صندوق الذهب يرفع يده. طبعا الاغلبيه. طبعا الاغلبيه صندوق بس لا يكون لا يكون والدفتوب بعد على الله هو رزقه. طيب طيب الان الكلمه الاخيره والاولى لك. احنا حبينا لك صندوق وانت الان الخيره لك. تختار صندوق ولا لا؟ صندوق. على بركه الله. على بركه الله. وبركه الله اعظم. نعم. واجل. نعم. واحسن من كل شيء. نعم. وهو اليوم اول اصلا ما دام متوكل على الله من الصباح. أيوة. له رزق ان شاء الله. ان شاء الله ما يكون فاضي بس يا شباب. الله كريم. ها الله كريم. ان شاء الله بس يا شباب ما خلتوه فاضي. الله كريم. الله يحفظك. الحاج يستاهل. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. ربنا يحفظكم ان شاء الله. تعال يا حاج. الحاج على بركه الله. على بركه الله. تبدا وتفتح ونشوف حظك ايش يا رب. ما يكون اليوم فاضي ان شاء الله. امين امين. على بركه آمين. الله. شوف آمين. شوف ايش بنشلوه اليوم طرح لك. افتح افتح خلاص. على بركه الله. بسم الله. ايوه خلاص ولا حد يفصلهم مكانكم. افتح افتح. ايوه ذهب 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 من محل ارجوان لمجموعه محمد بن شلوه بقيمه 250000 ريال. اسمع كيف يستاهل. مبروك. خليه تستاهل. اليوم هنا في جول مسحة معي أمورات صغيرات. ما أدري أذكياء ذكيات ولا ما هن ذكيات؟ ذكيات. بتعرف على أسامهن بشوفهن. اسمش؟ عايدة. كامل اسمش؟ عايدة عمر بن دهري. أعطونا تحية عايدة. واللي بعدها اسمها من؟ ألا عرب حشوان. ألا اسمع لها تحية. وهنا؟ لحظة. بسمة أحمد باشرية. بسمة أعطونا تحية. بعدها؟ ماري حسن ببركات. مارس معنا تحية. طيب ركزوا الآن شوي. ركزوا أم معي. يدلعون إيش يا عايدة في البيت إيش يقولون؟ عيودة. عيود عيودة و ألو. يقول إيش ألو؟ ألو ألو و بسومة. بسومة و مرو. مرو. الآن عادهم يقول إيش ألو ولا خلاص كبيرة؟ ألو. عادهم يقول ألو. الآن معاي مسابقة بس من تفوز لها 10000 الآن سريعة. معي هذه الكرات البيضاء من تلصقها هنا اولا بتكون هي الفائزه. طبعا معي هنا فريق الو وعيوده وهنا فريق بسومه ومرو. هاك يسمونهم في البيت ايش يسوي؟ احسبوا للثلاثه ونقول واحد ثلاث. سريعا سريعا يلا من تكمل اولا. ممتازه. ثمان. انتبهي للوقت. كملي رفع ثمان و
مروا اللي فازها الأولى ولها 10,000 سمعة لتعية أقوى. عائدة لها 5,000 ريال وتغادرنا إلى هناك. سمعة لتعية تستاهل خلاص. احسبوا لي ثلاثة ونقول. ثلاثة. سريعاً من تكمل ترفع يدها. يتكمل ترفع يدها سريعاً. من تكمل أولاً. من تكمل أولاً الآن. 10,000 ريال لآلاء الفائزة هنا. اسمع لها تحية الساهل. بينما تغادرنا بسمة عالي. بسمة تغادر إلى هناك. والآن الآن جولة حاسمة. وطبعاً لحظة اللي تفوز طبعاً ركزوا معي ركزوا معي. اللي تفوز كراتها بألف. اللي ما تفوز كراتها بصفر. تمام. ومن تجمع أكثر يكون لها فلوس أكثر. احسبوا الثلاثة ونقول. على حبة حبة سريعاً بسرعة واصلي بسرعة. من تكمل أول. خلش في جنب في جنب كذا. أرجع في جنب. أيوة. بسرعة اللي تكمل أولاً. ثلاثة أربعة. ألف ألفين ثلاثة أربعة خمسة ستة ألف. يبدو أنهن متساويات والله أعلم. وبالتالي إذن أيضاً 10,000 تنتصف بينهن بين ماريا وآلة. اسمع لن تحية. وهنا 5,000 لها و5,000 لها. ممتازة. ونعطي لها تحية تستاهل. وهنا أيضاً هدية بينهن لماريا وآلة من اسمنت حضرموت وقناة حضرموت وبرنامج الميدان. اسمع تحية أقوى جمهور. مشاهدي الكرام مع الزحام هذا هنا في البريقة نتوقف قبل أن نواصل فقرات البرنامج مع سؤالكم. سؤال الجمهور. هذا سؤال الجمهور أنتوا بإمكانكم الإجابة عليه أما هنا مستعدون نجيبوا عليه لكن خلي لكم. وقيمة جائزة هذا السؤال 100,000 ريال بالإضافة إلى سكن فندقي في فندق نستو بقيمة 270 ريال سعودي. ونشوف هذه الصورة بالذكاء الاصطناعي لهذا المثل وماذا يقول هذا المثل. إذن عندنا نجار وعندنا بيته لكن يبدو أن بيته بدون باب. ماذا يقول هذا المثل؟ خمنوا هذا المثل واكتبوه في التعليقات. لحظة على فيسبوك وتويتر وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. سمعتوا الإجابات بعضها صح وبعضها خطأ ونشوف ما هي الإجابات. أنتم أجيبوا واكتبوا الجائزة. حياكم الله في التسوق لهذا اليوم. المنتجات الكثيرة هنا بداخل SBC مول في عدن. معنا مجموعة من المنتجات مجموعة من الكلمات والحروف. وبداخل المول نشوف من سعيد الحظ في فقرة هذا اليوم من التسوق. والحساب علينا من خدمة حاسب من بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي. نشوفكم بعد هذا الفاصل. هذه الفقرة برعاية خدمة حاسب من بنك الكريمي. حياكم الله من جديد وتعالوا الآن نشوف وندخل ونبحث عن من اللي بيكونوا معنا من الرجال الشباب الأمهات الموجودين. من الأمهات السلام عليكم كيف حالك؟ ممكن تشاركي معنا؟ إن شاء الله. بتشاركي؟ إن شاء الله. الاسم الكريم بس من؟ أم أكرم. أم أكرم من وين يا أم أكرم؟ من المنصورة. المنصورة بعدين. أم أكرم هي أول المتسابقات معنا. معنا سؤال بسيط إذا فزتي بتأهلي معنا. تمام؟ إن شاء الله. خليك بس معنا هنا. أم أكرم. أم من؟ أم إبراهيم. من وين يا أم إبراهيم؟ من الممدارة. من؟ الممدارة. من الممدارة في عدن يا أصحاب عدن والممدارة. تشاركي معنا ولا؟ هلا سهلا يعني. عادي؟ تشاركي معنا؟ تعرف بس على الاسم الكريم. من الاسم الكريم؟ مواهب هاني. مواهب. أيوة. جاهز بتشاركي معنا ان شاء الله. مواهب ما ادري في حد رابعه او نكتفي بهذا العدد. الاسم الكريم بتشاركي ولا لا؟ لا. اذا ثلاث من الامهات في حد عدها اخرى نكتب. اذا اذا هنا معنا المتسابقات مواهب وام ابراهيم وام اكرم صح. ركزوا معي كالمعتاد معي كلمات. تاخذوا الحرف الاول من كل كلمه وركزوا معي. اللي تشكل الحرف الأول من كل كلمة وتنطق الكلمة الأولى بتكون هي الفائزة. سهلة جدا. هي منتجات وهي حاجات كل يوم نشوفها جاهزات. معي كلمة مكونة من أربع حروف
تبدأ بالحرف الأول من الكلمات التالية، ونشوف الكلمات الآن بسرعة يا حامد. الكلمات هي حليب، بامية، حقب، باذنجان. حليب، بامية، حقب، باذنجان. حليب، بامية، حقب، باذنجان. إيش هذه الكلمة؟ حب. هذه أول وحدة قالت حب. إذن مواهب أولى الفائزات معنا، واسمع لها تحية بس جمهور، اسمع لها تحية تستاهل. إذن مواهب تفضلي معنا. الباقيات طبعا قبل أن يغادرن، كل مرة قالوا ما تعطون الحاجة، جيبوا الهدايا من خدمة حاسب من بنك الكريمي، هدايا طبعا تشجيعية لكم. هذه هدايا من بنك الكريمي، مبروك لك ورمضان كريم. وهذه هدية أيضا لك يا أم إبراهيم، كل عام وأنتم خير وطيبين إن شاء الله، في أمان الله. تفضلوا شلوا سلالكم، تبقى معنا الآن يتم تجهيزها وترتيب مواهب، ونشوف ما هي مواهبها في الخيارات. تم تجهيز المتسابقة مواهب، جاهزة مواهب؟ أيوة طبعا. معك الآن خيارين، شوف الخيارين الآن، هنا تطلع الآن يا حامد، طلعوا الخيارات. هذه معك الخيار الأول، إما خيار 9×9 أو الخيار الثاني اللي هو خيار الأحرف. إيش رأيكم، الحروف ولا 9×9؟ 9×9 في الموسم التاسع، إيش تريدي؟ أو الأحرف؟ الأحرف. هي ثبت على الأحرف، ونشوف ما نصيبها في الأحرف الموجودة. إذا تم تجهيزها، هذه الأحرف الآن موجودة، حروف الهجاء من مرتين عشان اللي يبغى سكر أو سامن موجود. نشوف، يلا جمهور نحسب للثلاثة ونقول واحد، احسبوه. نشوف، يلا جمهور نحسب للثلاثة ونقول واحد، احسبوه. ثلاث. ابدأي، معك دقيقة. ممتاز. إيش هذا؟ ركزي، ما تسوي لي بغت رز تكتب زر، ايش من زر؟ ركزي، ممتازة، وحاولي تعجلي، والوقت الآن، الوقت الآن، رز الآن هذا، هل رز؟ هم يقولوا رز رغم الأرز، الوقت، رفعي صوتكم ساعدوها، بإمكان الجمهور أيضا أن يساعدها. ايش هذا؟ زيت. ايش هذا؟ زيت. ممتاز، زيت الآن، زيت رز، زيت ممتاز، ايش عادوا؟ الوقت الآن، رفعي صوتكم يا شباب. فين الله؟ أدري. إيش هذا اللي بغته المنتج؟ هي الآن ما ندار. لبن 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 لبن. هذا لام البايل. ساعدوا، ممتازة الباء، ساعدوها يا شباب. نن نن نن. ممتازة. النون، ممتاز. بسوية. النون إيش عادوا؟ إيش بغت هي؟ سكر. إيش بغت؟ سكر. سكر، ممتازة. هذا السين، ساعدوها في ال. ممتاز. الوقت. عاد عاد الوقت معاك. إيش عاد تريده؟ بيض. بيض، ممتازة. بيض. ايش هذا البيض؟ حاجة كثيرة، ايش هذا البيض؟ واصلي، عاد باقي الوقت الآن معاك، انتهى الوقت الآن. أعطوا لها بس تحية، أعطوا لها تحية. مواهب، أنت الآن مقتنعة باللي جمعتيه ولا لا؟ أيوه. لا، كنت عاد تريدي حاجة، ايش هي؟ دقيق. كنت تريدي دقيق؟ أيوه. ما أخذتيه، ليش؟ رغم أن الدال غير موجود الآن هنا، عندك الدال موجود، والقاف، و الياء برضو موجود عندنا. الياء؟ لا، الياء استخدمته. هي لأنها استخدمت الياء في الزيت وفي البيض، يعني هنا مضمون هي ضاعت على نفسها الدقيق. على كل حال الله. هذا نصيب مواهب، خمسة منتجات، سمعنا تحية أيضا مواهب هنا، ونشوف منتجاتها. جيبي لك عربة ونأخذ أيضا المنتجات هنا من SBC مول. ننطلق ونشوف منتجات مواهب اللي هي رز، زيت، لبن. الأرز اللي تريديه تأخذ، أنت كتبتي أرز والله، بغتي هذا، بغتي هذا، أخذي. إذن أرز أعطناها من الكبير الأرز، حط الأرز 20 كيلو، 20 كيلو مش 10. أيضا باقي نشوف الزيت، الزيت هنا 20، ما في مشكلة. اللبن علبة لبن وسكر وبيض. السكر ما نريدها أبو 10 ولا أبو، إذا في 25 جيبوا له 25، في هنا موجود متوسط. العلبة اللي تريديها خليها، خليها هي، هي اللي تريده شليها، شليها خلاص. باقي البيض، عطي طبق، أكيد طبق واحد. خلاص كده أظن هذا نصيبها. نشوف الآن كم يطلع.
شوف أول الحليب هنا في عدن كم سعره؟ كم سعر هذه العلبة؟ 30 و 300 والبيض؟ أصبحنا محاسبين. إذا نشوف إجمالي الحساب هنا للمواهب، كم الإجمالي؟ 147 600. اسمع تحية المواهب هنا في عدن، تحية أقوى، تستاهل. أيضا باقي لها هذه الهدية مواهب، تستاهل. هذه أيضا لك هدية من بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي من خدمة حاسب. يتم الحساب هنا عبر خدمة حاسب من بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي. إن إجمالي المبلغ 147 و620 ريال. 620، حتى لو معك 20، حتى لو معك 10، حتى لو معك ريال تقدر تحاسب عبر الخدمة، ما في شوكولاتة ولا في رقم الحساب. النقطة 6535594. إذا وتم إيداع المبلغ، يوصل المبلغ. إذا شكرا لكم، في أمان الله، غدا حلقة جديدة. حياكم الله اليوم في تحدي جديد هنا في المهرة، بالتحديد في الغيضة. هيا بيك مكلب تحدي بغيضة ومنافسة جديدة إن شاء الله. طبعا معي هنا المترجم عبد الله محمد كلشات يترجم، طبعا نظرا للغه المهريه والمسابقين معنا يتكلموا بالمهريه، حتى انتم عشان ايضا تعرف على هذه المسابقه. لا مو كلمه بترجم بمهريه وبين المسابقه كلم كرمطون ان شاء الله ارطيتيز. معي فريقين، الفريق الاخضر شايف فريق ثرو طاطا اخضر وطاطا اصفر هضار واصفر. الفريق الاخضر حسين علي، سالم حيدر، سعيد المهري، أحمد بن ديول، محمد كلشات. الفريق الأصفر حسين بن كلشات، سالم علي، علي سالم، أحمد عبد الله، سالم محمد. طبعا طريقة السباق هنا معروفة، هي سباق ولعبة الاكس او المعروفة. سب لعبة مفهومة كلكم تغرب امتيس اكس او واضحة عندنا طبعا مع الصافرة وتصفور احكم تنطلق، ينطلق الاخضر والاصفر مباشرة وتصفور احكم هطور وفريق اصفر ذي البقاطم في ساعة. على بركة الله الان ننطلق، اسمعوا للصافرة وننطلق مباشرة. احكام الزفور كلكم طاطا بقاطع من كين. نحسب الى الثلاثة بالمهر يا جمهور. طاط ثروه صافيت سريعا. منوس الم صاحبك، لا يا اخضر، اخضر ارجع روح بسرعة سريعا بسرعة. من يوصل اولا، من يوصل يا اخضر سريعا يا اخضر، ركز يا ممتاز. من يوصل بسرعة، واصل سريعا، تغير وترجع بسرعة. حويل، يعني ايش حويل؟ بسرعة اصل حول. اسمع اقوى تحية لفريق الاصفر. الفريق الاصفر استخدم عملية الذكاء. فريق اصفر استخدم عقله. الآن النتيجة 2-0. صرامة برز كل فوز إن شاء الله تعوضوا معنا 5 جولات إن شاء الله. صرامة تشين 5 جولات يعني يا شباب. سريعا المس صاحبك، ينطلق مباشرة، لا انتبه للخط يا أخضر، يواصل بسرعة سريعا. كان المفروض تخلص، يلا حرك بسرعة، حرك حبة، ركز سريعا بسرعة، حرك حبة اللي بعدها بسرعة. فاز معنا الفريق الأخضر، فوز الفريق الحضور. استعدادا ونقول ركز ولا تحط فوق حق صاحبك. عليك محدين محل لوك بطار تدريبة تلات أصفر فروح صافيت سريعا. هذيك برع، لا هذه ما تحسب الأزرق.
روح 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 روح، هذه ما تحسب، ركز. النتيجة الآن 4-2، باقي جولتان. أربوت بثروه النتيجة. طاط ثروه، صافيت. سريعا ركز، ممتاز، بسرعة، من يوصل؟ ممتاز الآن ويواصل. النتيجة الآن تعادل 4-4. الآن يا شباب تربوت الحطور اللي معك فقط وتوقف، ما فيها استمرارية. جاهز يا أخضر وتبره وكاكم خلاص تعمل بسرعة. ركز طاط ثروه، سريعا سريعا، ركز. حلو ممتاز. من يوصل؟ المايك الأخضر. فريق حطاور فيو، واضح ان الفريق الاخضر وضع الاو قبل الاكس. فريق حطاور قال الدائره دائره فيوز فيوز الاول. هنا واضح معنا ان الفريقين حاولا. ركز لا انا بالتفكير سي لا وحد يركز ولا ذا فروه هوكا هي لا دله ريدم بعد هدله. قال اللي حط هذا اللوم الفريق الاخضر مش هو اللي عدل، جاله اللي بعده وعدل بعد. من اللي عدل؟ حاد الاودل منك. حاد الاودل حاد الاودل كل حاد الاودل حاد الاودل قومي. على كل حال طبعا بيروح رياضيه هنا، بس واضح بعض الاخطاء الخفيفه ما تم احتسابها من قبل الحكم والفار، وبالتالي معنا بكل جداره فاز معنا بالمبلغ والجائزه الكبرى هنا، الجائزه الاولى من سمت حضرموت الفريق الاخضر. بينما الفريق الاصفر ايضا هنا في المهره والغيضه قدم اداء طيب، ولكن فازوا بمبلغ المركز الثاني هنا 60,000 ريال. اسمعوا تحيه اقوى يستاهلوا. بسم الله وعلى بركه الله. غيره 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 غيره، لا تجيبته غيره سريع سريع، لا تكرر شيء.